قتل مسلح 7 أشخاص على الأقل في منزل بضواحي مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية. وقتلت الشرطة المسلحة بعد تبادل لإطلاق النار، حيث جرح آخران وتم نقلهما إلى المستشفى للعلاج. وقع الحادث حوالي الساعة 8 في بلانو على بعد 30 كيلومترا شمال شرق مدينة دالاس. وقالت الشرطة إن حادث إطلاق النار نادر جدا في تلك المنطقة، فيما لم ترد تقارير حول علاقة المشتبه به والضحايا بعد، كما لم تحدد الشرطة دوافع المسلح.